السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة الجديدة سأقدم لكم تمرينا متعلق بدرس المتتاليات، ولكن مندمج حتى مع الدوال اللوغاريتمية، كاين الإكسبونونسيال، يعني هذا فهو تمرين ربما جد مهم من خلال الأسئلة ومن خلال حتى طريقة الإجابة عنه. إذا حتى لا أطيل عليكم، إذا الموضوع أمامكم يمكنكم توقيف الفيديو وقراءته بالتمعن ثم الإجابة عن الأسئلة المقترحة. إذا نعتبر المتتالية أن بحيث هي أ أس 2 من أجل عدد طبيعي غير معلوم، إذا غير منعدم. إذا فوالا أن بلس أن إكسبونسيال دو موان زان دومي راسين دو أن. إذا برهن بالترجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معلوم أن أن أكبر من أن سور أو، بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معلوم أن بلس أن سور أن أصغر من واحد، استنتج أن المتتالية متناقصة أو تناقصية كما يقال. هل المتتالية متقاربة؟ إذا كانت متقاربة فما هي نهايتها؟ إذا نعتبر في أن اللي هي كذلك هي أن غير معدوم، فوالا في أن بين بأنها هندسية، حدها الأول، اكتب في أن بدلالة أن، ثم استنتج أن بدلالة أن، احسب بدلالة أن المجموع أس أن كما ترون. إذا فهذا الموضوع فهو ليس من التمارين السهلة، فهو يتطلب مجهودا فرديا لا بأس به. إذا سأشرع الآن في الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا فيما يخص السؤال الأول، سنكتب أولا بأن أن إيكال أوس 2 وعطينا أن بلس أن إيكال إكسبونسيال دو موان زان دومي غاسين دو أن. فوالا. إذا أولا ان تنتمي الى ان اطوال. اذا السؤال المطلوب هو بين بالترجع انا، اذا غادي ناخذ ان ايكال اه، وغادي نشوفوا ان اه هي او كاري، وتلاحظوا بان اون فا كالكولي اه، ولكن اه هي عندنا هي او كاري، دونك او كاري طبيعه الحال فهي اكبر من اه سور او. اذا ف نعتبر ان نقول نفترض ان un est supérieur à 1 sur e, wa nubayyin anna un plus 1 fahiya kadhalik akbar min 1 sur e. Idhan adna iftirad huwa anna un akbar min 1 sur e, hadha ya'ni anna jidr un akbar min wahid ala jidr e, wa bittali لضربنا الإكسبونسيال ديال موان زان دومي في الطرفين غتعطينا الإكسبونسيال دو موان زان دومي سور جدر أو، سيتادير الإكسبونسيال دو موان زان دومي غاسين دو أن أكبر من الإكسبونسيال دو موان زان دومي، وهاد إكسبونسيال دو جدر أو راه هي أو أوس أن دومي، بمعنى أن إكسبونسيال دو موان زان دومي جدر U n فهي أكبر الإكسبونسيال دو x sur الإكسبونسيال دو y راه هو الإكسبونسيال دو x موان y، دونك موان زان دومي موان زان دومي هي موان زان، سيتادير كو هذا دونك سي كوا سي U n بلس 1، دونك سي U n بلس 1 أكبر من U موان زان، سيتادير 1 سور U. دونك حنا بينا الآن بالنسبة للسؤال الأول، نمروا الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني بين أنه U n بلس 1 سور U n أصغر من 1. إذا غادي نعرفوا أشنا هي الوظيفة ديال هاد المسألة، أو أشنا هي الأهمية أو الدور ديالها. إذا غن دائما غنعوضو، دونك فوالا هنا مكاينش إشكال، دونك فوالا سور أو أن، دونك سي ليكسبونونسيال دو موان زان دومي سور، لأن غاسين دو إكس سور إكس هي أن سور غاسين دو إكس، دونك سيتادير كو غاسين دو أن سور أن راه هي أن سور غاسين دو أن، دونك أون غاسين دو أن أون ديجا ديمونطري فأكبر من 1 سور أو غاسين دو أو، يعني أن 1 سور غاسين دو أو أن إت إنفيريور 1 سور غاسين دو أو، وبالتالي إكسبونسيال دو موان زان دومي سور غاسين دو أو أن غتكون إكسبونسيال دو موان زان دومي سور غاسين دو أو، بمعنى أن إكسبونسيال دو موان زان دومي سور غاسين دو أو أن أصغر من إكسبونسيال دو موان زان دومي sur l'exponentielle de 1 demi.
Autrement dit, il y a une exponentielle de moins 1 demi sur racine de un asghar min e moins 1. Mimma yani anna un plus 1 sur un est inférieur à 1 sur e. Ou t'arrive bien à 1 sur e, les n e, il y a 1 facile à, juste facile à 7. Donc, il y a asghar, il y a n e, akbar min 1, asghar min 1. Donc voilà, on a bien montré que un plus 1 sur un asghar min 1. Et d'elle m'a dit, yani hada, anna un plus 1 asghar min un, mimma yani anna al-mutatalia, fahiya tanaqusiya ou mutanaqisa, kama tuhibboun. إذن فوالا السؤال الموالي هل هي متقاربة؟ إذن باش نعرفوها متقاربة أي واش هي كونفيرجونت؟ دير كي سويت اي كونفيرجونت خاصها تكون هي إما ماجوري أو بيان مينوري. دونك حنا عندنا يو أن فهي تناقصية دونك ستادير ديكرواسونت و من جهة أخرى فهي مينوري نقدر نقول يو أن مصغورة مصغورة بالعدد 1 sur e يعني أنها متقاربة. إذن un فهي متقاربة وبطبيعة الحال النهاية ديال un غتكون هي 1 sur e. voilà. الآن السؤال الثالث. السؤال الثالث عطاونا vn اللي هي 1 demi plus ln دوغ سين دو ان وقالك بين بانها هندسيه. اذا باش نبين بانها هندسيه خص نلقى هذه هي كي فوا في ان اوتومون دي في ان بلس 1 جو لا شيرش دابور هي 1 دومي بلس ال ان دو راسين دو ان بلس 1. اذا هي 1 دومي بلس ال ان دو راسين دو ليكسبونونسييل دو موانز 1 دومي راسين دو اي ان. هنا في كاين صعوبه لان الطلبه غادي تلقاو صعوبه كيفاش غادي تحل هذه المساله هذه. دونك هنا تلاحظ بان هي ان دومي جو بو ليكري هي ال ان دو ليكسبونسييل دو موانز ان دومي راسين دو اي ان لو تو على بويسونس ان دومي. بما ان هذا موجبين دونك نقدر هي ان دومي لان ال ان دو اكس ان هي ان دومي ال ان دو اكس. دونك هي ان دومي بلس ان دومي ln de l'exponentielle de moins 1 sur 2 racine de un. Donc il y a 1 demi plus 1 demi ln de a b et ln de a plus ln de b. Donc il y a ln de l'exponentielle de moins 1 demi plus 1 demi ln de racine de un. C'est-à-dire 1 demi, on a ln de, avec il y a moins 1 demi ln de e, il y a moins 1 demi fois 1 demi, il y a moins 1 quart. Donc voilà, on va obtenir 1 demi ln de racine de un. Donc, tu l'as vu, il y a 1 demi moins 1 quart, c'est bien 1 quart. Donc, il y a 1 quart plus 1 demi ln de racine de un. Donc, on va dire 1 demi en facteur. Voilà. On va prendre ln de racine de un, il y a 1 demi, il y a vn. On va dire qu'il y a vn, il y a mutatalia هندسية أساسها Q هي 1 دومي وحدها الأول هو ماذا؟ هو V لأن خصنا نقلب عليه لأن غادي نقول واش هو V1 اللي هو 1 دومي بلس ln دو غاسين دو U1. كون U1 هي O كاري فوالا غاسين دو O كاري سيتادير كو V1 هي 1 دومي بلس 2 فوا ln plus 1 demi ln de e, c'est-à-dire plus 1. لأن ln de o carré هي ln racine de o carré هي e. Donc ln de e هي 1. Donc c'est bien ça. Donc c'est 3 demi. وبالتالي هنا غادي نقدروا نكتبوا vn بدلالة n. vn هي v0 q à la puissance n. حنا عندنا هنا لو بروميير تيرم هو v1. Donc هي 3 demi. 1 demi à la puissance n. Voilà, Vn en fonction de n. اذا سمح لك تنزل في شويه ولكن هناك امور انا نعطيكم اشارات عندك الوقت باش توقف الفيديو وتعاود التمرين ما كاين حتى اشكال. اذا الان غادي نشوف اكتب Vn بدات n ثم استنتج Un. اذا حنا خصنا لقينا Vn خصنا نستنتجو Vn. اذا غنرجعوا ليكسبرسيون ديال Vn كما ترون هي هذه
Voilà, et dans le charge, il y a ln de racine du n, mais je n'ai pas un. Donc ln de racine du n, il y a quoi? C'est vn moins n demi. Ou bien, c'est-à-dire vn, il y a quoi? Il y a 3 demi, 1 demi à la puissance n moins n demi. Et dans le charge, donc c'est-à-dire que un, c'est-à-dire que racine du un, la boîte racine du n, entre l'exponentielle, une coule de donc il y a l'exponentielle de vn moins n demi. وبالتالي اذا اللي بغيت ان خاصني ندير هذا او كاري دونك سي كوا سي ليكسبونسييل دو في ان موان ان دومي او كاري سي تادير كو او ان اذا هي ليكسبونسييل دو 2 في ان موان ان فوالا دونك u n en fonction de n. Donc vous pouvez même remplacer vn par son expression. Le mohim, n'importe comme d'abord qui veut, le mémoire dit elle qui veut, par exemple, u n en fonction de n. Et dans le soual rabe, ou à sub s n. Et dans le principe de s n, fa ou à l'essai seul. Et dans le cas de s n, la chose bien, il y a un la somme de 1 sur 1 plus ln de u n. Et dans n, min 1 tel n. اذا كيفاش خصنا نلقى اولا هاد عندي ديجا vn دونك vn قلنا هي 1 دومي بلس ln دو راسين دو اي ان سيتادير 1 دومي بلس ln دو اي ان على بويسونس 1 دومي دونك سي 1 دومي بلس 1 دومي ln دو اي ان اوترومون دي هي 1 دومي 1 بلس ln دو اي ان لاحظوا بان هنا غادي نحاول نخرج هاد ان بلس ان دونك سادي كو ان بلس ln دو اي ان ني اوتر كو دو في ان الوغ سافدي كو اس ان ني اوتر كو لا سوم من ان ايكال ا ان جوسكو ان ان سور دو في ان دونك نقدر نخرج ميم هاديك ان دو وجي لي سولمون لا سوم دو ان سور في ان من ان ايكال ا ان تل ان الوغ عندنا ديجا اون اكسبريمي اس ان اون فا اون فا ستادير كو اس ان سي ان دومي سي فولي لا سوم من ان ايكال ان تل ان شنو هو الانفيرس دو ان في ان لقينا ديجا في ان ما نساوش بان في ان هي 2 على بويسونس ان بلس 1 سور 3 او بيان لابري ليكسبريسيون ديال سي 3 سور نورمالمون سي هذا سي 1 سور في ان لان في ان هي 3 جو سي با او جو ليكري دونك في ان بدلاله ان فوالا دونك هنا نقدر نكتبوها هي 3 سور 2 على بويسونس ان بلس 1 لاحظوا معايا مزيان دونك لانفيرس دو في ان هي 2 على بويسونس ان بلس 1 سور 3 دونك جو في ليكري ايسي سي لا سوم دي 2 على بويسونس ان شنو 2 ان بلس 1 هي 2 ان فوا 2 سور 3 دونك جو بو سامبليفي هاد لو 2 سي تادير جو ريست تو سامبلومون ان تيير لا سوم من ان ايكال 1 تل ان غتبقى عندي ماذا 2 على بويسونس ان الوغ لا سا مي فاسيليت لا طاج لان خاص نقلب غير لا سوم ديال اس ان اذا هادي سيتي سويت جيومتريك جو فو ليس لو سوان دو لا فير دونك غتبقى عندي نسميها S prime la somme من n égal à 1 تل n de 2 à la puissance n je sais que cette somme là le premier terme ديالها هو 2 donc il reste 1 moins q 2 à la puissance n et là je pars de v1 sur 1 moins 2 c'est à dire j'aurai égal à quoi est égal à moins 2 moins 2 voilà 1 moins 1 c'est moins 2 1 moins 2 à la puissance n ou bien sn donc il y a 1 tiers, ça devient moins 2, 1 moins 2 à la puissance n, voilà. C'est-à-dire moins 2 tiers, voilà, moins 2 tiers, moins 2 fois moins 2 c'est plus, donc à tous les fait plus 2 tiers, donc 2 à la puissance n plus 1 sur 3. Donc c'est 2 tiers en facteur. Donc 2 tiers fois 2 à la puissance n moins 1. Donc voilà Sn. N'espère que le jawab sahih, inshallah. Idan al-muhim tariqa rahi hadi. Idan lakat shi ta'liqat, marhaban bi tilka at-ta'liqat. Idan fa huwa tamrin aqul wa a'id fa huwa tamrin laysa sahlan fa yahtaj ila majhoud ذاتي
إذا نتمنى يكون يرقكم هذا التمرين هذا، وفي الحصص المقبلة إن شاء الله سأبحث عن تمارين أخرى لها من الأهداف ما لها، غير يكفي أن تقوموا كذلك أنتم كذلك بتحفيزنا على البحث عن هذه التمارين، وذلك بمشاركتكم هذه الفيديوهات على نطاق واسع بالمشاركة وبالأقل باللايكات، وهكذا حتى نحن نقوم كذلك تكون عندنا واحد التحفيز طبيعة الحال كما يجب. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.